للحديث عن الأزمة السياسية المتفاقمة في العراق معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. مرحبا بك أستاذ حسين. سبعة شهور على تشكيل الحكومة ولم تكتمل كابينتها حتى الآن، إلى ماذا ترجع الأسباب برأيك؟ يعني أعتقد الأسباب إلى الخلافات الحزبية والفئوية. لا يوجد اليوم مشروع وطني أو يعني خلاف على مبدأ وطني، وإنما المشروع الخلاف هو على مصالح شخصية، على مصالح حزبية. كل هذا أدى إلى عدم اكتمال تشكيل الحكومة منذ 5 أشهر، بل أكثر، يعني احنا نحسب منذ نهاية الانتخابات. لهذا السبب أعتقد الأزمة ستستمر، لأنه غياب المشروع الوطني هذا واحد من الأسباب الرئيسية، والثانية تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة الوطنية. لماذا هذا الإصرار من الكتل يعني بحسب ما يصف المحللون الموالية لطهران، لماذا يصرون على تسلم الفياض حقيبة الداخلية؟ والله يا سيدي لا، يعني لا داعي لهذا التصلب، لأنه بدل فالح الفياض كثير من الشخصيات التي تخدم المشروع الإيراني. أنا حقيقة لا أجد أي مشكلة بأنه لا يوجد بديل لفالح الفياض، بل البدلاء كثيرين، والمشكلة هي عند الائتلاف الشيعي. يعني أيضا المشكلة داخلية ليس فقط مع إيران، هناك أيضا مشكلة داخلية لحصة هذه الوزارة ولميزانيتها الانفجارية، بينما لدى الآخرين الوزارة الدفاع لدى المكون السني والعدل لدى الأكراد لا يستطيعون أن يقدموا مرشحيهم، لأن الكتلة الأكبر داخل المكون الشيعي تتلاعب بالأعضاء الآخرين، مما تغير الأصوات وتغير المرشحين. فهي مشاكل شخصية ومشاكل حزبية وفئوية، لا يوجد مشكلة أكبر من هذه. يعني هذه أسس المشكلة. لماذا يتم يعني الترويج على أن المشكلة قد حلت؟ يعني أغلب الأحاديث كانت عن انفراجة الأزمة ولكن لا انفراجة. لا، يعني هو هذا الاستهلاك المحلي، لأن الشارع يضغط، البصرة فيها مظاهرات، البلد فايض بالفيضانات، مشاكل بنية تحتية في المدن، فلا بد أن تحتاج إلى بعض التصريحات الإعلامية لتخفف من الضغط على إكمال الكابينة الحكومية. ولا لا أعتقد أنه حتى لو اكتملت الكابينة الحكومية ستنحل مشكلة العراق، وإنما هذه مشكلة نعتبرها مشكلة فرعية. المشكلة الكبيرة جدا إحنا عدنا أنه عدم اعتماد مبدأ المواطنة، غياب المشروع الوطني، الطائفية، يعني العنصرية الحزبية المقيتة، المصالح الشخصية، هذه هي أسس المشكلة. حتى لو اكتبت الكابينة الحكومية لن تنحل مشاكل العراق. عدم اعتماد مبدأ المواطنة وغياب المشروع الوطني مثل ما تفضلتم، أيضا يرى كثيرون أن حكومة عبد المهدي منحت امتيازات كبيرة لإيران، ما الدافع وراء ذلك؟ الدافع أنه هيمنة إيران على العراق. عبد المهدي لا يستطيع أن يمنع أي نفوذ لإيران داخل العراق اليوم، حتى مهما كان يحمل من حيادية ومن مهنية لا يستطيع. يعني قبله السيد العبادي لم يصرح يوما بأنه إيران هي السبب في الضغط عليه وإلى آخر، إلى أن خرج من موقع المسؤولية. وكذلك السيد عبد المهدي عندما يخرج من المسؤولية سيصرح لنا بعض التصريحات بأنه إيران كانت العائق أمام تشكيل الحكومة، إيران هي السبب، إيران هي السبب. وهذه لا قيمة لها التصريحات بعد خروجه من موقع المسؤولية. النائب حسن توران قال إن الخلل في العملية السياسية الحالية كبير، وقال أيضا إن التركمان هم من يدفع الثمن. ماذا يدل هذا الإقرار بفشل العملية السياسية خلال هذه المرحلة؟ أولاً إحنا العملية السياسية عندما يأتي بها محتل، هل نتصور أنه المحتل سيأتي بما هو خير للعراق؟ الجواب لا يا سيد، هذا من البديهيات التي لا يختلف عليها اثنين. عملية سياسية جاء بها محتل، قسم العراق إلى طوائف وكانتونات وإلى يعني قضايا فئوية وقومية وعرقية، كل هذه أدت إلى هذه النتيجة، وكل هؤلاء أدخلوا في العملية السياسية. اليوم التركمان عندما لم يحصلوا على وزارة وهم رابع أكبر قومية، ثالث أكبر قومية بالعراق، فمن حقهم أن يطالبوا، لأنه من 2003 وإلى الآن هو مبدأ الطائفية والقومية هو السائد في العملية السياسية، وهم مغيبين وهم مهمشين وهم ثالث أكبر قومية في العراق.
فيعني أسا المشكلة أنه العملية السياسية التي جاء بها الاحتلال يعني ما جاء به بشيء طيب واضح. فيما هو خير للعراق، هذا بديهي جدا. الأزمة السياسية في العراق كيف ستنعكس على الشارع العراقي؟ ستنعكس على الشارع العراقي، قلة الخدمات، الفساد، سوء الإدارة، كل هذه احنا يعني اليوم من 2003 وإلى الآن نعاني من هذه. بدأ الفساد ينتشر أفقيا وعموديا في مؤسسات الدولة. سابقا كنا نتكلم مثلا عن بعض الساسة، اليوم نتكلم عن جمهور كبير من الموظفين الكبار والدرجات الوسطى وحتى الصغرى هي متورطة بالفساد. اليوم نتكلم عن قلة خدمات، عن بنية تحتية مدمرة، عن ديون، مع العراق بلد غني، كل هذه هي انعكاس لهذا الأداء السيء. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي.